هل أنظار العالم العربي لم تصبح أو تصبح موجهة إلى أشياء أخرى غير القضية الفلسطينية لا سيما منذ الربيع العربي؟ نعم، هو كله هذه خطط إسرائيلية عم تعمل من 300 سنة. الخطط إنه كيف يخلقوا دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات، إنه لا يمكن أي فلسطيني يقبل بأي شيء أقل مما قبله ياسر عرفات، اللي هو حدود الرابع من حزيران، القدس الشرقية إلى العاصمة، وعودة اللاجئين. لا يمكن أي واحد يقبل. والأخ أبو مازن برهن على ذلك، وقف قدام ترامب ورفض صفقة القرن. فلسطين اعترفت في إسرائيل، ولكن إسرائيل أبدا لم تعترف فلسطين. ما نفذوا أي شيء من ما قالوا أنه نفذوه. اغتيال رابين لم يسهل الأمور، لا قد ما أعتقد. الوحيد اللي فهم أنه لا يمكن إلا ينعطوا كيان وينعطوا دولتهم هو إسحاق رابين. لما قال هالإشي هذا بعد قناعة، بعد ما قعدته مع ياسر عرفات، أنه لا يمكن تصير إلا بحل الدولتين. لما قال هيك إسحاق رابين قتلوه، وقتلوا ياسر عرفات، وبعرفش قديش قتلوا ناس تانين، لأنه في عندهم مخطط جهنمي إنه ما بدهم يعطوا شيء صفقة العصر اللي لا يمكن تمر. لا يمكن، طول ما في فلسطيني عايش لا يمكن. بتشوفي البطولات اللي عم بصير بغزة كل يوم جمعة وكل يوم، هذا غزة، المقاومة بغزة علمتهم درس كبير في آخر الأسبوعين، استقالة الحكومة الإسرائيلية، وعرفوا تماما أنه ما بتمشي الأمور هيك ولا يمكن تمشي.